السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، الجولة الثانية في بندا والعروض الأسبوعية على المنتجات الطازجة، الدجاج والبيض والأجبان والحليب. هنشوف كل العروض الخاصة بهذا القسم في الفيديو اللي هنشوفه مع بعضنا دلوقتي. هنبدأ بدجاج التنمية، في عروض حلوة على دجاج التنمية. الحبة الكاملة اللي هي 800 جرام نازلة ب15.95 ريال هللة أو 16 ريال. في برضو صدور دجاج فليه 450 جرام ب21 ريال وربع. في برضو عروض على الفروج الذهبي، الفروج الذهبي القطع اللي هي 900 جرام نازل عليها عرض حلو جدا ب11.95 ريال هللة. كميات كبيرة طالعة منها، في حبة واحدة فقط. في شيش طاووق 450 جرام وشاورما 450 جرام ب20 ريال وربع. في بروست الدجاج الذهبي 600 جرام ب17.5. في الحبة الكاملة اللي هي 1000 جرام نازلة ب19.75 ريال هللة. عروض شركة إنتاج، عروض شركة إنتاج الأطباق اللي هي القلوب والكبدة والأوانس، الطبق 450 جرام نازل على 4.95 ريال هللة. في الدجاج المتبل 600 جرام ب12.5، والشاورما 500 جرام ب16 ريال، ودجاج متبل تاني 500 جرام 8 ريال وربع. في الحبة الكاملة اللي هي 1000 جرام ب19.95 ريال هللة شركة إنتاج، 19.95 ريال هللة اللي هي 1000 جرام. دجاج اليوم، عروض دجاج اليوم صدور الفليه 450 جرام ب20.5. في قطع الدجاج 900 جرام ب15.95 ريال هللة أو 16 ريال. في الحبة الكاملة اللي هي 1000 جرام ب19.95 ريال هللة. كميات كبيرة طالعة منها. في عجوة قيمة أو عجوة اقتصادية 2 في 1000 ب40 ريال. في طبق دجاج اليوم 1200 جرام ب20.5. دي كل دجاج اليوم اللي نازل عروض. في دجاج التنمية، دجاج التنمية أفخاذ دجاج التنمية 450 جرام 7.5، قطع دجاج مشكلة 450 جرام 6.75 ريال هللة. أفخاذ التنمية 450 جرام 7.5، سيكون دجاج التنمية 9.75 ريال هللة. في صدور دجاج فليه 21 ريال وربع، طبق الكبدة 450 جرام ب5.95 ريال هللة، القلوب 450 جرام ب6.75 ريال هللة. دي كل أسعار التنمية. في البيض، في منتج واحد فقط موجود هنا اللي هو الوطنية وثابت أديله فترة كبيرة جدا، الطبق بيض اللي هو البيض الحجم الكبير ب23.5. في الحجم الصغير 10 حبات ب9.25، الوطنية برضو 9.25 10 حبات. دي أسعار البيض. في عروض الأجبان، جبنة حلومي قبرصي الحبة ب21.5، جبنة حلومي قبرصي 21.5. في فلفل أحمر حار يوناني مع الجبن العلبة بالكيلو، الكيلو ب80 ريال، الكيلو ب80 ريال، العلبة الصغيرة دي ب15 ريال. في جبنة موزاريلا، عرض على جبنة موزاريلا مبشورة اللي هي بالقالب، بيتباع بالقالب، هم بيبشروها هنا ويحطوها في علب، الكيلو على 40 ريال اللي هي يومي، اللي هي يومي الكيلو على 40 ريال. في هنا جبنة اللي هي العلب دي، جبنة دومتي وفيتا
ودمياطي ودبل كريم، العلبة على 20 ريال، العلبة على 20 ريال. في لبن السنبلة، لبن السنبلة العلبة دي على 63 ريال، لبن الندى على 39 ريال. في جبنة رومي 57 ريال الكيلو، 57 ريال. جبنة شيدر السنبلة 500 جرام ب27 ريال. طبعا باقي العروض هتلاقوها في البروشور في اليوم اللي احنا النهاردة شرحنا فيه البروشور كله، هتلاقوا في البروشور حاجات تانية كتير أكتر من كده. في عروض على الحليب، حليب المراعي، حليب المراعي الكرتون ب58 ريال، المراعي الكرتون 58 ريال اللي هو الـ12 لتر. في ندى ب59 ريال، ندى كرتون ندى الصافي 64 ريال، والعرض القوي جدا وأقوى من الجملة ب62 ريال اللي هو حليب السعودية، حليب السعودية الكرتون فيه برضو 12 حبة. نشوف برضو هنا جبنة قابلة للدهن المراعي، المراعي اللي هي 900 دي الاتنين مع بعضيهم ب41 ريال أو 42 ريال، وفي نادك اللي هما الاتنين 2 × 500 ب23 ريال. نشوفهم هنا أوضح، في الكرافت، الكرافت اللي هما الاتنين 2 × 870 جرام ب54 ريال. في البقرات الثلاثة، البقرات الثلاثة 500 اللي هو النص كيلو ب14 ريال. في هنا برضو العلبة دي جبنة كرافت فيها 6 حبات ب30 ريال أو 31 ريال. الجبنة المثلثات المراعي الـ2 حبة ب13 ريال، نادك الـ2 حبة ب15 ريال. الحليب، الحليب كله احنا شفناه. في المراعي لو انت خدت 4 لتر ب20 ريال، ونادك الـ4 لتر ب22 ريال. في هنا حليب حليب السعودية اللي هو بالموز والفراولة الكرتون على 31 ريال، الكرتون فيه 18، الوحدة 200 ملي ب31 ريال، الشوكولاتة والفراولة والموز. في برضو كرتون المراعي، المراعي 150 ملي في 18 ب20 ريال بدلا من 26 وربع، بدلا من 26 وربع. حليب البودرة، حليب البودرة أو المجفف، في نيدو، نيدو اللي هو 2.5 كيلو ب76 ريال، 76 ريال حليب نيدو. في حليب الخير العلبة اللي هي 2.5 كيلو، وفي العلبة 1800، 1800 ب70 ريال اللي هو حليب الخير، وفي اللي هي 2.5 كيلو ب89 ريال، 89 ريال. في اللي هو الطائي كيلو 800 ب69 ريال، الطائي حليب برضو بودرة. في في حليب البودرة اللي هو المراعي، حليب بودرة المراعي 2.5 كيلو ب92 ريال، حليب المراعي بودرة كامل الدسم 2.5 كيلو ب92 ريال. ده كل أسعار الحليب. هنشوف أسعار الزبدة، أسعار الزبدة، في زبدة لور باك اللي هي في غير مملحة، في واحدة خضراء وفي واحدة حمراء، الاتنين مكتوب عليهم غير مملحة. الواحدة الواحدة 200 جرام ب12 ريال، 12 ريال. في اللي هي المراعي، المراعي شفناها المراعي في البروشور النهارده، ولكن هنا مش حاطين عليها عرض، البروشور موجود عليها عرض. في نادك غير مملحة 200 جرام الـ2 حبة ب17 ريال، الـ2 حبة ب17 ريال.
في هنا لور باك برضو 200 جرام ب 12 ريال، اللي هي العلبة الكبيرة دي. في كريمة الطبخ المراعي 1 لتر ب 19 ريال. في هنا برضو زبدة برايد، زبدة برايد غير مملحة 100 جرام الثلاث حبات ب 11 ريال. شوف عروض الجبنة الموزاريلا، الجبنة الموزاريلا اللي هي بوك 1 كيلو 37 ريال، والجبنة الموزاريلا المراعي 1 كيلو ب 30 ريال، 30 ريال المراعي. في البقرات الثلاثة 400 جرام ب 17 ريال، 17 ريال. جبنة موزاريلا داري، جبنة موزاريلا داري اللي هي 200 جرام الواحدة ب 6.5، الواحدة ب 6.5. في عرض قوي جدا وانا قلت لكم يا جماعة مش هتلاقوه، اللي هو النص كيلو ده موجود هنا اهو، بس هما مش حاطين عليه العرض. النص كيلو 1+1 اللي هو داري، يعني الكيلو نازل ب 20 ريال، 1+1. شايفين النص كيلو هنا، النص كيلو ب 20 ريال، هما مش حاطين لسه، ولسه محدش خد باله من العرض، العرض ده هيخلص بسرعة. جبنة داري نص كيلو 1+1 ب 20 ريال بدلا من 40 ريال، ده عرض قوي جدا. في جبنة قشقوان، قشقوان باندا 700 جرام ب 30 ريال. في جبنة باندا اللي هي شيدر قالب باندا 500 جرام ب 13 ريال، 13 ريال. في الجبنة الشرائح اللي هي المراعي، جبنة شرائح الاتنين حبة ب 14 ريال، اتنين حبة ب 14 ريال. وفي برضو برايد الاتنين حبة ب 12 ريال، دي جبنة خاصة بيه سندوتشات البرجر. وفي نادك الاتنين حبة ب 15 ريال، دي شرائح كلها شرائح. وفي هنا برضو جبنة شرائح للسندوتشات برضو اللي هي البقرة الضاحكة، الاتنين حبة ب 15 ريال. جبنة فيتا داري، جبنة فيتا داري اللي هي 200 جرام الثلاث حبات ب 11 ريال. وجبنة فيتا نادك الواحدة 500 جرام الاتنين حبة ب 19 ريال. وجبنة فيتا المراعي الواحدة 400 جرام ب 9.5، الواحدة ب 9.5، الواحدة 9.5. في بقى كل الحليب هنا أسعاره ثابتة، اللي هو الحليب الصافي، الحليب الصافي الكيلو ونص هنا ب 8.5، وحليب ندى الكيلو 700 ب 8.5 برضو، يعني أكبر من الصافي نفس السعر. في هنا، في هنا برضو الزبادي اليوناني نادك ثلاث حبات ب 10 وربع، نادك اللي هو الزبادي اليوناني. في زبادي اليوناني اللي هي المراعي، زبادي اليوناني المراعي الحبتين ب 7 ريال، اللي هي زبادي يوناني المراعي. في هنا نادك اللي هو حليب غني بالبروتين بالشوكولاتة 250 ملي الأربع حبات ب 9 ريال 95 هلل. في هنا عصير دانو متنوع، العبوة فيها 6، الواحدة 180 ملي ب 9 ريال دانو. في عرض برضو على العصائر، اللتر ونص الصافي ب 8.5، الصافي لتر ونص ب 8.5. في نادك برضو ب 8.5، لتر ونص، لتر ونص. المراعي خلوه لتر لتر و400، مش كامل لتر ونص، ب 9 ريال المراعي، ب 9 ريال المراعي، المراعي 9 ريال، ولكن هو لتر و400. هنشوف برضو باقي العروض معاكم. في عروض على المية هنا، عروض على المية اللي هي اكوافينا، اكوافينا اللي هي 6 حبات في لتر ونص، نازل الاتنين حبة
ب 11 ريال وناس كتيرة واخدة منها، لأنها طبعا من أحسن أنواع المياه، وإحنا عاملين فيديو على المياه أفضل نوع موجود في السوق شارحين فيه حاجات حلوة جدا. في برضو عرض على الكرتون المياه اللي هو البراين اللي هو 28 × 600 ملي، نازل بكام؟ ب 16 ريال. في العرض اللي احنا شفناه في البروشور اللي هو حصر الأعضاء، عرض حلو جدا اللي هو 3 كرتون 3 كرتون، 2 زائد 1 مجاني. لو خدت كرتونتين تاخد واحدة مجاني. حصر الأعضاء اللي هي براون اللي هي ايه، 24 حبة، الكرتون فيه 24 حبة، حجم الحبة 330 ملي، 330 ملي. عرض على مية براون. في برضو عرض على مية أوسكا العبوة بكام؟ ب 12 ريال 95 هرل. ناس كتيرة واخدة من أوسكا دي اللي هي 40 ملي، 40 حبة في 330 ملي. في عرض برضو على المية اللي هي الينابيع نازل ال2 كرتون ب 8 ريال 95 هرلة، 8 ريال 95 هرلة اللي هي 12 حبة في 330 ملي، دي الينابيع. يعني في مية حلوة، في عروض حلوة على المية. هنشوف بقى عروض الدجاج المجمد وصدور الدجاج. في هنا عرض، العرض الحلو جدا القوي جدا اللي هيخلص بسرعة لو انت محتاجه، ما تخليهوش بقى يفوتك بكرة، اللي هو عرض على صدور دجاج سادية اللي هو 2 كيلو، نازل ب 39 ريال. من كام؟ من 67 ريال، 67 ريال نازل 39 ريال. صدور دجاج سادية اللي هو 2 كيلو، الكيلو ونص، لا 700 750 نازل ب 20 ريال، 750 نازل ب 20 ريال. في عرض لمدة 4 أيام صدور دجاج سادية اللي هو 1.5 كيلو ب 35 ريال، يعني اللي هو 2 كيلو ب 39، ده حلو جدا. يعني ده عرض لمدة 4 أيام، عرض لمدة 4 أيام اهو، اللي هو 1.5 كيلو ب 35 ريال. في عرض برضه على اللي هو 450 جرام سادية، 450 جرام نازلة ب 15 ريال. العرض اللي هو 2 كيلو بصراحة عرض حلو جدا. في عرض اللي هو على الأجنحة 1 زائد 1 مجاني، 1 زائد 1 ب 16 ريال، اللي هي الأجنحة 900 جرام الواحد. في برضو عروض هنا، في عروض هنا على الروبيان، روبيان 500 جرام اللي هو اللي قدامنا ده، نازل ده مجمد 0.5 كيلو ب 104 ريال. في برضو هنا جمبري سيرة 400 جرام ب 95 ريال، كل ده مجمد. في سمك فليه الوليمة، ده برضو عرض حلو جدا، 1 كيلو نازل من 56 ريال ل 30 ريال، ده احنا شوفناه في البروشور النهاردة. شوف برضو في عروض تانية، لسه هنشوف برضو الدجاج، ما شفناش الدجاج. في عروض على منتجات السنبلة، نشوف منتجات السنبلة اللي هي عجينة الرقائق الهشة اللي هي السنبلة 1 زائد 1 مجاني، 1 زائد 1 ب 12 ريال، 12 ريال 1 زائد 1 مجاني. وفي هنا رقائق السبرينج رول السنبلة 160 جرام ال3 حبات ب 9 ريال 95 هرل، 9 ريال 95 هرل، دي عروض على منتجات السنبلة. في عروض برضو هنا على السمبوسة، السمبوسة داري
500 جرام الاتنين حبة ب12 ريال. أول مرة أشوفها سمبوسة داري. إيه داري عملت سمبوسة هي؟ أنا أول مرة أشوفها بصراحة يعني. سمبوسة الاتنين حبة ب12 ريال، اتنين حبة ب12 ريال. في برضو عرض على لحم بقري مفروم، لحم بقري مفروم أو غنم. هو عرض التلات حبات ب9 ريال. لحم مفروم بقري 3 حبات ب9 ريال. شوف برضو في عروض هنا على الدونات، دونات مجمدة، دونات مجمدة 1+1 مجاني. دي الدونات. في برضو كيك 510 جرام ب20 ريال. داري دجاج بالزبدة 400 جرام بكام؟ ب16 ريال. داري مكرونة الدجاج والطماطم داري مجمدة برضو ب16 ريال. حاجات كتيرة جدا في يعني عندك بيتزا بالخضار برضو اهي، بيتزا السنبلة الواحدة 420 جرام ب13 ريال. في بيتزا برضو، في بيتزا تانية هنا ب20 ريال، دي ب20 ريال. داري ب16 ريال، داري ب16 ريال، السنبلة ب13 ريال، السنبلة ب13 ريال. نشوف برضو هنا في الدجاج المجمد، هنا الدجاج المجمد فيه ستريبس الدجاج دو الواحد حبة 750 جرام، والناس واخدة منها كتير. هنا هي نازلة من 36، نازلة من 36 ل20 ريال. ستريبس الدجاج اللي هو دو، كل واحدة منها كده اهو. ستريبس الدجاج اللي هو دو اهو، واحدة ب20 ريال بدلا من 36 ريال. في برضو هنا صدور دجاج داري 1 كيلو ب26 ريال، 26 ريال. صدور دجاج دو اللي هو ال2 كيلو ب42 ريال، 42 ريال. دو في هنا عروض على كرتون دجاج اللي هو سادية، سادية 800 156، 800 156 كرتون، 156. بريدكس 900 ب155، بريدكس ثم حطيناها غلط هنا، اهي البريدكس هنا. هنا في الدو، الدو 175 اللي هي حجمها كام؟ 1200، 175 الحبة الواحدة ب17.5 اللي هي دو. في عروض لمدة 4 أيام برضو هنا، عروض لمدة 4 أيام. الكرتون اللي هي 1300 ب169.5، عروض لمدة 4 أيام اهي، 169.5 اللي هي كرتون، كرتون سادية اللي هو 1300. 1100 بريدكس ب165، الألف بس 163، ال1400 ب185. دي سادية اللي احنا قلنا عليها، سادية الكرتون بمية والواحدة بس ب17، 170.5، 169.5 والواحدة بس ب17. في هنا ال1400 ب18.5. هنا في برضو عرض على، عرض على بريدكس اللي هي ال1100 ب16.5، 1100 ب16.5. دي كل عروض الدجاج. شوفنا احنا عروض الزبدة. شوفنا عروض الزبدة دي اللي هي نور باك اللي هي ال200 جرام دي ب12 ريال. شوفنا احنا كل عروض الزبدة دي. شوفنا عروض الدجاج.
باقي حاجات كده بسيطة ونختم معاكم الفيديو. في الجبنة الكريمي اللي هي بوك، الجبنة الكريمي اللي هي بوك الاتنين حبة في 500، نازلين بكام؟ ب24 ريال، يعني الواحدة ب12 ريال. ده سعر كويس جدا، من ساعة ما غلت يعني منزلش العرض ده، بتنزل الواحدة ب15 ريال، فيعتبر العرض ده كويس. جبنة بوك، وفي ناس كتيرة بتحب جبنة بوك وبتسأل عليها. في القشطة اللي هي دي مش نازلة، هي على الجبنة بوك دي، يعني الجبنة بوك اللي هي على دي، القشطة مش نازلة. شوف برضو في عروض هنا على عصير التنج، عصير التنج اللي هو 375 جرام، نازل الحبة ب13 ريال، الحبة ب13 ريال. البرتقال والمانجا متنوع متنوع. في اللي هو برضو في نوع اللي هو مسحوق فاستر كلاركس 2.5، نازل ب30 ريال، 2.5 نازل ب30 ريال. في برضو على العصير اللي هو راني، راني احنا شفناه نازل ب3 ب15 ريال، هما مش حاطينه هنا، مش حاطين العرض هنا، احنا شفنا في البروشور. اوريجينال، اوريجينال نازل الواحدة ب8 ريال، لتر و400، لتر و400 ب8 ريال. في سين كويك، سين كويك 330 ملي، الواحدة ب10 ريال. طبعا ده عصير مركز، عصير من العصائر اللي هي المركزة. في نوع هنا من مشروب هنا مثلج، سيتي كافيه، الواحدة 240 ملي، الواحدة ب3.5، واحدة ب3.5، سيتي كوفي. شفنا التانج ده خلاص. في عرض على المايونيز ده، المايونيز اللي هو كام حصر الأعضاء، اللي هو المايونيز اللي هو 910 جرام، 910 جرام، نازل ب12.5، نازل ب12.5، 910 جرام، يعني نازل العرض كويس، حصر للأعضاء. الكاتشب ده سعره غالي جدا. الأرز العائلة، أرز العائلة نازل ب5 كيلو ب40 ريال، شوفناه في الفيديو الأولاني خالص. في حاجات برضو هنا مجمدة، أغذية مجمدة هنا برضو، في فلافل حلو، الفلافل ده فلافل كيلو، دي فلافل مجمدة، عجينة فلافل يعني مجمدة، الكيلو الكبير، شركة الكبير، الكيلو كام؟ ب19 ريال. في أصابع الدجاج بالجبنة الكبير برضو، دي السنبلة محطوطة غلط هنا، الكبير دي أصابع دجاج بالجبنة، بالجبنة الكبير ب30 ريال. في دجاج فلي بالبقسماط اللي هو الكبير برضو، الواحد كيلو ب24 ريال، 24 ريال. في بون كورن دجاج 1 كيلو ب40 ريال، دي عروض على شركة الكبير، شركة الكبير. نشوف برضو في هنا عروض على شرائح دجاج مشوي، في هنا عروض لمدة 4 أيام، عروض لمدة 4 أيام، شرائح دجاج البروست، دجاج البروست اللي هو سادية، نزل لمدة 4 أيام ب36 ريال، لمدة 4 أيام، بروست سادية. الحجم بتاعه كام؟ 1 كيلو، الحجم بتاعه 1 كيلو، دي من العروض اللي هي ال4 أيام. في عروض برضو على البطاطس، بطاطس سادية، بطاطس سادية اللي هي 2.5 كيلو، نازلة ب20 ريال، بطاطس سادية ب20 ريال، اللي هي 2.5 كيلو. كده احنا شفنا برضو معاكم اهم العروض الموجودة. في هنا برضو في الخضار المشكل، الخضار المشكل هنا سيرة الاتنين حبة فاصوليا ب9 ريال، والبامية برضو ب9 ريال سيرة. في بندة الأربع حبات، الأربع حبات بندة
12 ريال اللي هو 400 جرام، اللي هو 400 جرام. في هنا امريكانا خضار مشكل 1+1 اللي هي 10 ريال اللي هي كام؟ 450 جرام. الفاصوليا والخضار المشكل امريكانا 450 جرام 1+1 مجاني. في برضه عروض هنا لمدة 4 أيام، عروض لمدة 4 أيام على بامية زيرو، بامية زيرو الواحدة، هي عروض لمدة 4 أيام لحد يوم السبت من 400 جرام 7.5 اللي هي البامية الزيرو. البامية الزيرو في سبانخ برضه الاتنين حبة بـ8 ريال، والملوخية دي كلها ساتين، الاتنين حبة بـ8 ريال، والبازلاء والفاصوليا والخضار المشكل كله الاتنين حبة بـ8 ريال. في عرض لمدة 4 أيام برضو اللي هي الفاصوليا والبازلاء والخضار المشكل سادية 900 جرام الواحدة بـ8 ريال، الواحدة بـ8 ريال، عرض لمدة 4 أيام اللي هي الكام؟ اللي هي 900 جرام سادية. في السنبلة، السنبلة السنبلة بامية السنبلة 400 جرام الاتنين حبة ب15 ريال. في الوليمة التلات حبات ب10 ريال اللي هي البازلاء والخضار المشكل والملوخية، التلات حبات ب10 ريال، عرض حلو جدا. والسنبلة الاتنين حبة ب15 ريال. هي السنبلة دايما بتكون غالية، السنبلة اللي هي 800 جرام الحبة الواحدة ب10 ريال، البازلاء والخضار المشكل الحبة الواحدة ب10 ريال. الفاصوليا المقطعة برضو 800 جرام، الخضار المشكل كله هنا الواحد حبة ب10 ريال، واحد حبة ب10 ريال اللي هي 800 جرام، 800 جرام. برضو آخر حاجة بقى اللي هي مونتانا، خضار مشكل مونتانا وبازلاء والخضروات المشكلة دي، التلات حبات ب9.95 ريال هرلة أو 10 ريال. آخر حاجة يا جماعة هنشوف الآيس كريم والفواكه. الفواكه هنا لب الجوافة 1 كيلو ب10 ريال، لب الجوافة ب10 ريال، مكبينهم هنا برضه. لب الفراولة 1 كيلو الاتنين حبة ب15 ريال، الجوافة ب10 ريال. في هنا على الايس كريم، ايس كريم هنا واحد حبة هنا 500 مللي بايسكن روبنز الواحدة ب17 ريال 95. في مهرجان الايس كريم زي ما احنا شفنا يا جماعة في الشرح اللي احنا شرحناه النهاردة، في ايس كريم السعودية، ايس كريم السعودية اللي هو اللي 2 لتر ب23 جنيه، ايس كريم السعودية. في كل انواع الايس كريم هنا نازل عليها عروض حلوة جدا. وبكده بيخلص الفيديو التاني اللي هو كانت جولة على المنتجات الطازجة، المنتجات الطازجة في بندا، اللي هي العروض اللي هي من يوم 28 سبتمبر الى يوم كام، الى يوم 28 سبتمبر الى يوم 4 اكتوبر. في برضو عرض حلو جدا هنا 2+1 مجاني ب33.5 اللي هو كيك بالشوكولاتة وبالفراولة اللي هو قدامنا. ده بنختم بيه الجولة بتاعتنا في المنتجات الطازجة. شفنا كل المنتجات الطازجة، كل حاجة شفناها، وعروض 4 أيام كمان شفناها. أتمنى تكون الجولة ناس كتير استفادت منها، وأتمنى لو أنت أول مرة تشوفنا تعمل اشتراك في القناة وتعمل اللايك، وأتمنى برضو إن كل الناس تكون استفادت بالجولة اللي احنا عملناها. نشوفكم بخير دايما، وأشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.